السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد على قناتي وقناتكم قمر للطبخ والتجميل. اليوم جبت لكم واحد الحليوه اللي ساهله مهله اقتصاديه والاهم فيها بكميه كثيره ولذيذه كتجي الصراحه المذاق ديالها يا سلام. وهي كتذوقوا على جوج ديال الاشكال، يعني بعجينه واحده تخرجوا منها جوج ديال الشكيلات تذوقوا بهم مائده الافطار ديالكم ان شاء الله. وخليكم معايا على المقادير والطريقه. اول حاجه هنايا عندنا واحد 250 غرام ديال الكاوكاو اللي بجل القشره ديالو اللي قليناه وخليناه حتى يبرد وغادي نطحنوه. بالنسبه للمقادير هنا عندي داك الكاوكاو اللي وريتكم طحنته، خليته حتى يبرد مزيان وطحنته بالقشره ديالو ما نقيته ما والو. وعندي واحد 125 غرام ديال الزبده حيوانيه، قبصه ديال الملحه، النكهه ديال الكراميل، كاس ديال العنبه ديال السنيده، وكاس ديال العنبه ديال زيت المائده، والدقيق حسب الخليط. بالنسبه للزبده تقدروا تستعملوا حتى الزبده ديال البواطه ماشي مشكل، حتى هي كتجي مزيانه ما ديروش غير المارغرين. اول حاجه صافي ديك الزبده كنحاولوا تكون بدرجه حراره الغرفه باش تجينا ساهله في الخدمه. تنديروها في واحد الاناء اللي غادي نخدموا فيه، كنزيدوا عليه شويه ديال ديك القبيصه ديال الملحه، كنزيدوا عليه الكاس ديال سكر سنيده، مقياس ديال العنبه يكون عامر مزيان، وكنحاولوا نمعكوها او ندلكوها مع سكر سنيده حتى تولي لنا على شكل كريمه. من بعد ما كندلكوها وتيتخلط لينا الخليط كنحسوا بديك السكر سنيده اندمجت مع الزبده ديالنا، كنزيدوا داك الكاس ديال زيت المائده، كاس ديال العنبه، وحتى هو كنحاولوا ندخلوه، كنحاولوا نخلطوا الخليط ديالنا مزيان حتى يتخلطوا لنا العناصر. ومن بعد كنضيف داك قطرات ديال الكراميل، اولا تقدروا ديروا الفاني. الصراحه ديال الكراميل كتجيب فواحد المذاق كيتواتى مع الكاوكاو. تقدروا ديروا قشر ديال البرتقاله مبشور حتى هو كينكه. بالنسبه للنكهه كتبقى اختياريه. وصافي من بعد كنضيف داك الكاوكاو ديالي اللي طحنت بالقشر ديالو، كيف قلت لكم ما تنقيوش خليوه بالقشر، حتى هو غادي نخلطو يتخلط ليا مع العناصر مزيان. ومن بعد بالنسبه للكميه ديال الدقيق تتبقى اختياريه. انا الدقيق ما تنبغيش نعطي العبار لان كل لون النوعيه اللي كتخدم به، كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين اللي لا، غير هو العجين تكون شويه مرطبه مقاصحه يعني متماسكه قريبه تقريبا القوام ديال العجينه ديال البهله ديال الغريبه ديال البهله تكون تقريبا نفس القوام. صافي غنبقى نضيف الدقيق شويه بشويه حتى يندمج ليا العجين حتى يتجمع ليا، وغادي نتلاقى معكم. خليكم معايا. صافي بعد ما كملت العجينه ديالي الدقيق كيف تتشوفوا ما قويتش، يعني ما خاصهاش تكون تجيكم مطلوقه وما تجيكمش قاصحه، يعني كتجي شويه مرمله، كتبقاو تكوروها وتضغطوا عليها بالاصابع ديالكم وانتم كتكوروا فيها حتى كتعطيكم الشكل. ما تحاولوا ما تكبروهاش بزاف لاننا مازال غادي نغطسوها في الشوكولات ونزينوها وغيضاعف الحجم ديالها. صافي دابا غادي نستمر بحال هكا، الفران راه مشعله وغادي طيب على عافيه مهيله. يعني هاد الحلوه اللي كتكون شويه بكوره وتيكون داخل فيها كاوكاو تتبغي تكون تطيب على خاطرها، يعني ما تنقصوا الفران خليوها حتى تحمر على خاطرها. من بعد ما غادي طيب غنتلاقى معكم. صافي هنايا بعد ما طابت ليا الحلوه ديالتي كيف تتشوفوا خاص كتجيكم بهاد اللون مذهب، يعني هذا راه اللون ديال الكاوكاو ما محمراش بزاف، شويه طابت على خاطرها. وبالنسبه للزين خديت الشوكولات اسود ذوبته وخديت الباستا حكيتها. بالنسبه للباستا انا استخدمت لي لونها ليموني، الصراحه كتجيب واحد اللون زوين اللي متوفر اي ماركه استخدمه ماشي مشكل. بالنسبه للبنات ديال امريكا انا خدمتها بهاد الباستا، كتباع في دولار ستور، تتكون هكا برتقاليه وحتى المذاق ديالها زوين بزاف. صافي كدوزوها في الحكاكه هكا في هاد العيون، ومن بعد كديروا في واحد الطبيسيل وهي باش كتبداو تفندو. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه. الشوكولات ذوبته كيف قلت لكم مع شويه ديال الزيت حتى رخيتو. صافي وغادي نبقى نغطس هكا على هذه الطريقه اللي كتشوفوا، وكنحاول بفرشيطه وحده كنبقى نحاول نحرك فيها باش يتسقطر من هذاك الشوكولات، يعني باش ما تهش ليا الباستا بزاف، اولا باش منين نبغي نهزها ما يجيش فيها العيوب، ما تجيش هكاك من الشكل ديالها خايب.
صافي كنبقى نستمر بهذه الطريقه حتى نكمل الكميه. الباستا بقاو تحكوا غير القياس بالقياس، ما تقووش باش حتى الا بقات لكم ما تبقاش فيها الشوكولات، حكوا غير بالقياس بالقياس اللي غادي يكفيكم التفنيد. بالنسبه انا الكميه ما غاديش نديرها كامله. بالنسبه للحلوه قسمتها على جوج كميات، الكميه الاولى غادي نزوقها معكم بالشوكولات والباستا، والكميه الثانيه غادي نزوقها بالشوكولات الابيض حتى هو والبيستاج مهرمش او مطحون. بالنسبه للكميه الثانيه ذوبت الشوكولات حتى هو في حمام مريم مع شويه ديال الزيت، وغادي نبقى نغطس فيه حتى هو الكويرات ديال الحلوه. الشوكولات ما تجريوش بزاف، يكون شويه ثقيل باش ما يديرش لكم يدرش لكم في الحلوه، خليه شويه القوام ديالو يكون شويه ثقيل. صافي هنا عندي شويه واحد الكميه ديال البيستاج هرمشتو، تقدروا ديروا اللوز كتبقى تزين على حسب الذوق. انا فقط فضلت انني البيض غادي يتواتى مع اللون ديال البيستاج غادي يجي زوين وحتى المذاق. صافي غادي نحاول نستمر بحال هكا، وغادي كنخدم بالوحده بالوحده، ما ديروش كلشي عكس الشوكولات الاسود، تقدروا ديروا الكميه كامله. البيض شويه حساس كيبان فيه الديفو، غير بقاو غاديين غير بشويه حتى تكملوا الكميه ديالكم. صافي هنايا بعد ما كملت الكميه ديالها خليتها شويه يضرب البرد غير واحد شوي. وبالنسبه للبيستاج باش يكفاني دردرته على من الفوق، ما فنستوش فيها، يعني الا فنستو خاصني كميه كثيره. هنايا عندي تقريبا البيستاج واحد 60 غرام 70 غرام اللي طحنتها هرمشتها في المونينيكس. صافي وكنبقى نهزها هكا وندردر عليها من الفوق وندخلها للثلاجه حتى تشد فراسها. عاد نحاول نزه بواحد الموس من الطبسيل وصافي. انا بالنسبه ليا انا زينتهم بالكويغطات قدمتهم في الكويغطات، تقدروا تقدموهم بحال هكا، غير الكويغطات تيجيبوا لي واحد المنظر حتى هو يعني كيزيدوا واحد النظره. صافي تستمروا بحال هكا وغادي نبقى هكا حتى نكمل ان شاء الله، وغادي نتلاقى معكم. انا هنا درت غير نصف ديال المقادير ولا حليت تبارك الله كميه، واللي بغا كميه كثيره يدير دوبل المقادير وغادي تلوح لكم تبارك الله كميه كثيره. هذا هي الحليوه ديالنا بعد ما وجدت ليا ودرت ليها الكويغطات باللون ديال الابيض، الا كان اللون الذهبي ديروه كيجي واحد المنظر زوين. نتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، والمقادير ديال الحلوه تكون نالت الاعجاب ديالكم، راها سهله واقتصاديه. وما عجبكم الفيديو خليوا لي واحد لايك واشتراك وشير، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.